السلام عليكم. هذا مجمع تربوي، واحد من أكبر المجمعات التربوية في الجزائر، واللي يعني شمل كل الأطوار التعليمية من الابتدائي إلى الثانوية إلى المتوسطة، واللي يقع بولاية سطيف في الحي الجديد، حي تنار الجديد. وهذا المجمع التربوي المدرسي والثانوي المتوسطي نشوف يعني الطابع العمراني اللي يعتبر أنيق ويتناسب مع المحيط العمراني نتاع الأحياء الجديدة هذه اللي تعرفها في ولاية سطيف. أريد أن أشيد مستوى تاع يعني تاع الهيئة العمرانية في ولاية سطيف، وخاصة في مدينة سطيف اللي فيه يعني ديزيفور، كاين يعني محاولات كثيرة ومحمودة ل يعني التنسيق العمراني وإعطاء نسق عمراني في الأحياء الجديدة هذه، واللي يفكرني في ولاية وهران اللي كذلك هي رائدة في ميدان التهيئة العمرانية يعني التوسع العمراني يعني خلق الأحياء الجديدة. وفي هذا الميدان أريد أن أؤكد أن هذه الزوج ولايات هي الأكثر نموا والأكثر يعني إلماما بلا بروبليماتيك نتاع التهيئة العمرانية، ولا بروبليماتيك نتاع الأوربانيزم اون جينيرال. هي زوج ولايات اللي لاحظت انه فيها نوع من النسق العمراني ونوع من التفكير والتنسيق في توزيع الفضاءات السكانية، ولا يعني لا كونجيغيزون دي زيسباس هذه مع الفضاءات الأخرى كالفضاءات يعني الصناعية والطبيعية والطرقات، ويعني يعني وسائل الاتصال بين الأحياء. لاحظت أنه فيه يعني عمل كبير اندار في ولاية سطيف، وأهنئ إطارات ولاية سطيف، وكذلك أهنئ شباب ولاية سطيف بهذه الإنجازات اللي لازم يعني الشعب هذا يراعي هذه الإنجازات، وتكون فيه صيانة وحفاظ على المحيط مع الجمعيات البيئية اللي لازم تراعي ولازم تحافظ على المحيط، تخليه نظيف وتطور الفضاءات الطبيعية لي زيسباس فير يعني، والفيرديسمون والتشجير، وتكون فيه يعني محيط مريح للساكنة. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.